مرحبا واهلا وسهلا وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا 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 جدا، اللي هو اول ما توصل كندا كيف تفتح حساب بنكي. خليكم معنا. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. هاتلكوا أشهر هاي البنوك اللي موجودة في كندا، أشهرها تي دي، آر بي سي، سي آي بي سي، مونتريال، أو بارك أوف مونتريال، سكوشيا بانك برضو. كل واحد بحب مكان معين، بحب إشي معين. بدك تفهم إنه البنوك في كندا شوي بتختلف عن البنوك في دول أخرى خاصة دولنا العربية. خليني أحكي لكم شو أنواع الحسابات اللي موجودة. طبعاً في حسابات بالدولار الأمريكي إذا حابب تحط مصاريك في الدولار الأمريكي، وفي الدولار الكندي. الدولار الكندي في نوعين من الحساب، في حساب اسمه checking account اللي هو كل يوم بتستخدمه بتسحب منه، في واحد اسمه saving account اللي هو بتجمع فيه وبتأخذ عليه فوائد. checking account ما عليه فوائد أو ربا إذا ما بتحب الشغلة هاي لازم تنتبه. saving account بيكون عليه. طبعا عادة بيفتحوا اكاونت بسموه جوينت اكاونت، يعني الك ولمرتك، انتوا اثنين الكم القدرة على انكم تتحكموا في هذا الاكاونت مع بعض، مش واحد لحاله، يعني او واحد اي واحد من الاثنين. يعني انا بقدر اروح اسحب اكتب شيكات فيه، زوجتي بتقدر تروح تسحب تكتب شيكات، احنا اثنين متساويين في هذا الحساب. هذا عادة اللي موجود في كندا. اذا ما حابين تعملوا كل واحد اكاونت تقدروا. الاكاونت مهم جدا لانه بتنزل فيه حسابات الجوفرمنت او المبالغ اللي بتجيك من الحكومه، مثال التشايلد بنفيتس او التشايلد اسيستنس اللي المساعده تبعت الاطفال. عاده بعطوك عدد بسيط من الشيكات، الشيكات كثير مستخدمه الى الان هون، خف هلا شويه، بس لازم يكون معك شيكات في البيت، لازم قد تحتاج يعني تحتاجها اكيد، خاصة في شغلة اسمها void check أو شيك ملغي، عشان يشوفوا رقم الحساب عشان يعملوا direct deposit أو تحويل مباشر. الآن في شغلات ثانية في الحسابات لازم تسووها، RESPP اللي هو بتسووا حساب بنكي للأطفال، بتجمعوا فيه فلوس، انت بتحط مبلغ والجوفرمنت بتحط مبلغ. يعني انت بتحط مثلا $1,000، جوفرمنت بتحط لك $200، اول ما تفتح الحساب $500. اسألوا في البنك عن هذا الحساب، حساب الإديوكيشن تبع الأطفال مهم جدا. لما يصير الولد عمره 18 سنة ويروح على الجامعة أكيد راح يستفيد منه، وهي المبالغ ما بكون عليها ساعتها تاكسز، لكن إذا ما راح على الجامعة بصير عليها تاكسس، فلازم تنتبهوا على هاي الشغلة. الآن النقطة اللي بعدها، لازم لما تروح تفتح حساب في البنك تسأل الحساب إنك بدك كريدت كارد. الكريدت كارد في كندا يا جماعة ما بتعرفوا قديش مهم، لأنه بيسووا شغلة اسمها building your credit history، يعني بعطيك تاريخ ائتماني. تاريخ الائتماني مهم جدا في كندا، إذا بتشتري سيارة، بدك تشتري بيت، أي شيء بدك تأخذ قرض من البنك لازم يكون عندك تاريخ ائتماني. إذا تاريخك الائتماني سيء، تأكد 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 إنه فيك بنوك راح تعطيك قروض، بس راح يكون القرض عالي جدا جدا جدا، فائدة تبعته راح تكون عالية. الأفرج تبع الفائدة هلا 2%، 2.5 بدنا نحكي بالمية لثلاثة. في ناس أنا بعرف بأخذوا 6 و7% لأنه ما عندهم كريدت كارد وما عندهم هيستوري. طبعا سوي كريدت كارد إلك وسوي كريدت كارد منفصل إلى زوجتك، كل واحد منفصل مش تابعين لبعض، عشان كل واحد build his history. الآن الكريدت كارد في البداية صعب جدا في كندا، يمكن يغلبوك شوية، فأطلب شغلة اسمها secure credit card أو بطاقة ائتمان مؤمنة، بما معناه انه انت بتحط مثلا $1,000 في الحساب، هاي تجمد اوكي، وبعطوك كريدت كارد بمقدار $1,000 اوكي. هذه راح تروح معك لمدة 6-7 أشهر، بعدين او بعد سنة بتطلب انه نون سيكيور كريدت كارد، واكيد ساعتها بعطوك اياها، وساعتها بصيروا كريدت كارد كمباني يتصلوا فيك ويقول لك بس تعال خذ من عندنا ويأخذوا منك. طبعا عشان برضو في شغلة عندنا في كندا وأمريكا، طبعا
الستورز بيعملوا كريدت كارد. يعني مثلا بتروح على محل كوسكو اللي هو سوبر ماركت، في عندهم شغلة كريدت كارد لكوسكو اسمها كابيتال وان، عادة بعطوا كريدت كارد لأي واحد. فالأسهل ممكن تروح على هوم ديبو تعمل كريدت كارد، ممكن تروح على وول مارت تعمل كريدت كارد، ممكن تروح على كنيديان تاير تعمل كريدت كارد تبعتهم. هذول أسهل كتير لأنهم بكونوا يعني بتقدر تشتري فيهم أي مكان أونلاين وفي الإنترنت وأي مكان، لكن الشروط تبعتهم أسهل من البنك. فإذا بديت فيهم مش غلط، أول ما تبدأ فيهم راح برضو تعمل كريدت هيستوري. طبعا اللي بيطلبوه منك بيطلبوا السن نمبر أو السوشيال انشورنس نمبر اللي حكينا عنه في الحلقة الماضية، إشي طبيعي بتعطيهم إياه لأنه بربطوه برقمك الضريبي. فتح الحساب مهم جدا جدا، أول إشي بتأمن على فلوسك. والشغلة الثانية طبعا انت بتكون بديت تعمل الهيستوري تبعك. طبعا بدك تنتبه على شغلة في التشيكينج اكاونتس، معظم التشيكينج اكاونتس لها فيز او دفعة شهرية، يعني بتدفع رسوم شهرية. بدك تنتبه تشوف شو المطلوب تبعك، قديش رح تسحب كل شهر من هذا. يعني انا ما بستخدم تشيكينج اكاونت كثير، معظم شغلي على الكريدت كارد، لكن في ناس بحبوا يسحبوا من التشيكينج اكاونت لما يروحوا يشتروا مثلا. هدول كل سحبه تعتبر بترانزاكشن، بسموها ترانزاكشن. ففي مثلا حسابات بتعطيك مثلا 2 ترانزاكشن بالشهر، في حسابات بتعطيك 4، في حسابات بتعطيك بلا حدود unlimited. طبعا كل ما زاد هذا الانليمتد او العدد الترانزاكشن بتزيد سعره. مثلا هذا اللا حدود ممكن يكون سعره 15 دولار بالشهر، لكن في تريك حاب اعلمكم اياه. معظم البنوك، معظمها مش كلها، اذا عندك مبلغ يساوي مثلا نحكي 3000 دولار موجود طول الشهر في الحساب، فهم ما بيسحبوا منك هاي ال 15 دولار. اوكي، ما بيسحبوا منك هاي ال 15 دولار. يعني مثلا انا عندي 6000 دولار بالحساب والمطلوب 3000، بقدر اشتري وابيع بال 3000 اللي عندي. ال 3000 لازم تضل هذيك مجمده تقريبا بالحساب بحيث انه ما ياخذه. هلا في تريك ثاني حعلمكم اياه، او فكره ثانيه تنتبهوا لها. في بنكين موجودين في كندا مشهورين، واحد اسمه تندرين، هحط لكم الصورة تبعته عشان تقدروا تدوروا عليه، والثاني اسم البنك الثاني سيمبلي، برضه هحط لكم شكله ولينكه. هذا سيمبلي برضه بعطيك unlimited transaction for free وما عنده أي فيز. المشكلة إنه ما عندهم هم بنوك فعلية، فكل إشي بيصير عن طريق بنوك بتعاملوا معها. ممكن تروح عليها، البنوك هاي كبيرة، موضوع سهل جدا وما في عندهم أي مشاكل. هاي الشغلات المهمة اللي حكيت حبيت أحكي لكم عنها. إن شاء الله تكون كل أيامكم حلوة، ونراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل